مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم اللي هتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الفخر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة في النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن في البداية طبعا خليني أقول لكم أن الحقيقة كلنا صحيين النهاردة حاسين بالفخر والفرحة طبعا بعد حصول النادي الأهلي على أفضل نادي في أفريقيا. وخليني كمان أقول لكم أنه النادي الأهلي استحوذ على عدد كبير من الجوائز أمس، سواء طبعا أفضل هدف للاعب محمود كهربا وأفضل لاعب داخل افريقيا للاعب بيرسي تاو، او بقى النادي الاهلي طبعا كافضل نادي لموسم 2023. الحقيقه ان هو ده طبعا على استحقاق، فاكيد ببارك لكل الاهلاويه. وخليني اقول لكم انه الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره مليانه بالفرحه، يعني هو ده النادي الاهلي. الحقيقه دايما بنقول ان هو مصدر فرحنا وفخرنا، يا رب النادي الاهلي دائما في المقدمه ودايما مشرفنا سواء عالميا او افريقيا او اكيد محليا. وكمان بقى خليني ابارك لكل مشاهدي قناه الاهلي وبارك لينا كلنا على حصول قناة النادي الأهلي على أفضل قناة رياضية في استفتاء وشوشة. وطبعا يا نهاوند أبارك لك على حصولك على أفضل مذيعة رياضية لعام 2023، أكيد أيضا ده عن استحقاق ودايما منظومة النادي الأهلي في تقدم. خلونا بقى نروح ونبدا اخبارنا النهارده، والبدايه مع الفريق الاول لكره القدم واللي غادر امس للسعوديه استعدادا للمشاركه في كاس العالم للانديه، واللي منافساتها هتكون طبعا من يوم 12 حتى يوم 22 ديسمبر بالسعوديه. مواجهه او منافسه النادي الاهلي الاولى هتكون ان شاء الله يوم 15 ديسمبر، وهتكون امام الفائز من فريق اوكلاند سيتي او اتحاد جده. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. وخليني اقول لكم انه طبعا دي المره التاسعه في تاريخ النادي الاهلي اللي بيشارك في كاس العالم للانديه والرابعه على التوالي، واكيد ده بياكد كلامي في المقدمه ان النادي الاهلي دايما مشرفنا في جميع المحافل. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، وان شاء الله بقى هذه المره يحرزوا ميداليه جديده. يعني طبعا احنا اتعودنا خلاص على البرونزيه، ان شاء الله بقى المره دي يحرزوا الذهبيه، ليه لا؟ اكيد النادي الاهلي كالعاده عودنا انه ما فيش مستحيل، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان معانا اخبار متعلقه بكره القدم لكن المره دي عن ناشئات كره القدم. الحقيقه بيفوزوا فوز كبير على فريق 15 مايو بنتيجه 8-0 ضمن منافسات بطوله الدوري. الحقيقه ان هم ماشيين حتى الان بخطه ثابته جدا في بطوله الدوري للكره النسائيه. خلوني كمان اقول لحضراتكم مين احرز اهداف النادي الاهلي. احرز الحقيقه هاتريك اللاعبه كاميليا الديب، الحقيقه ماشيه برده بخطه ثابته جدا، يمكن كل مباراه بتحرز اكتر من هدف. زي ما قلت احرزت هاتريك او ثلاث اهداف في هذه المباراة، أيضا هدفين للاعبة مريم أحمد، وهدف لكل من اللاعبة رنا محمد، اللاعبة منة الله أحمد، واللاعبة أسماء محمود. يعني طبعا بنبارك لهم على هذا الفوز الكبير، وبنتمنى لهم إن شاء الله إن هم يستمروا بنفس الأداء ونفس المستوى. نروح بقى للألعاب الأخرى، والبداية مع سيدات كرة السلة، واللي النهاردة هيختتموا تدريباتهم واستعداداتهم عشان هيعودوا مرة أخرى للمنافسات غدا إن شاء الله في بطولة منطقة القاهرة. هيكون عندهم مباراة أمام فريق مصر للتأمين، المباراة هتكون الساعة 4 العصر على صالة استاد القاهرة. يعني كان في فترة من التوقف كبيرة طبعا بسبب مشاركة معظم لاعبي النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني، لكن هنعود مرة تانية غدا إن شاء الله للمنافسات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني أقول لكم إنه في منطقة القاهرة طبعا النادي الأهلي هيواجه فريق مصر للتأمين، فريق هليوبلس، فريق الشمس، وفريق الجزيرة. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن أنسات كرة السلة للنادي الأهلي تحت 20 سنة، فأيضا حققوا فوز أمس على فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. قدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 40-26 عشان بقى يجيبوا فوز جديد للنادي الأهلي. يعني هم محققين سلسلة من الانتصارات إن شاء الله يكملوا فيها. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة ورجال كرة الطايرة، رجال الماسترز أيضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة. النهاردة إن شاء الله هيكون عندهم مران على فترتين، فترة صباحية يعني بدأت منذ تقريبا نصف ساعة، كانت الساعة 10 الصبح، وهيكون عندهم أيضا فترة تدريبية مسائية هتكون الساعة 6 مساء، كل ده استعدادا للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم الساعة 6 مساء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بالتحديد على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وهتكون
امام فريق الترسانه، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني افكر حضراتكم ان المباراه الماضيه لرجال الماسترز كانت امام فريق باتروجيت وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 3-0، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن سيدات كره الطايره فايضا بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه، مباراتهم القادمه ان شاء الله هتكون امام فريق وادي دجله يوم الاثنين القادم، هتكون هنا ايضا بمقر النادي الاهلي بالجزيره لكن على صاله الشهداء، يعني طبعا بنتمنى ايضا كل التوفيق لسيدات كره الطايره. اكيد وادي دجله في كره الطايره بيكون خصم قوي للنادي الاهلي، لكن بالتاكيد عندنا ثقه كامله في سيدات كره الطايره. اخيرا بقى نروح للعبه كره اليد، وطبعا زي ما احنا عارفين انه في توقف دولي لسيدات ورجال كره اليد، سيدات كره اليد هيعودوا مره اخرى للمنافسات ان شاء الله الشهر ده، اما عن رجال كره اليد فهيعودوا في شهر فبراير القادم بسبب طبعا مشاركه عدد من لاعبي النادي الاهلي مع منتخباتنا الوطنيه. خليني اقول لكم بقى ان منتخبنا الوطني لكره اليد هيكون عنده ان شاء الله بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد، هتكون مقامه هنا في مصر من 19 حتى 29 يناير. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، اكيد عارفين ان منتخبنا الوطني لكره اليد دايما بينافس على جميع البطولات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى حابه اكد على كل اعضاء النادي الاهلي اللي بيتابعونا ان موجود اكيد لجنه للانتخابات الرئاسيه داخل النادي الاهلي بالجزيره، تقدروا تيجوا وتنتخبوا. الحقيقه الاجواء هنا بتكون مميزه جدا وبيكون في طبعا سهوله في العمليه الانتخابيه، واكيد دي خدمه مميزه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي سواء من محافظه الجيزه او محافظه القاهره، فتقدروا بقى تيجوا وتنتخبوا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. وطبعا زي ما قلت دي خدمه مميزه جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. دي كل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة. طبعا بقى قبل ما أختم كلامي طبعا حابة أنعي أستاذ إيهاب الخطيب في وفاة والده طبعا المدير الفني لقناة النادي الأهلي، إن شاء الله ربنا يرحم والده ويصبرهم جميعا. يعني دي أبرز أخبارنا. طبعا معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. مفيش أي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية. أشكرك يا هنا جدا على التغطية الأكثر من رائعة فعلا من